بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا ثومة زكريا، الفرصة تشيد نهار انا مشت السنم يعني بيجن جلسة انتخاب الرئيس النواب النس كاتب المجلس النائب النس، والحمد لله الجلسة تعدو يعني في جو ديمقراطي، يعني في جو يعني مريح. الرئيس توا غاس يعني ترشح يعني فردية وحدس، يعني هو كيس يتقدم حد اللائحة اللي قدمت يعني النواب النس يعني نصوت خاص الإجماع. إذا الظروف عذونت يعني بمنتهى يعني الديمقراطية المنوية. تشكيلة قد نشانت يعني سبحان الله من من ذكرت من تغيمان هو زي نهارت ساونت يعني الثقية يعني ذي الشخصين وبعدنش يعني تواريخ تكليف وجهود الشريف نياخذ المنصب نياخذ شان حاجت. أتمنى إن شاء الله يعني أوفقك يعني ذي المهمين من هي وجهه يسهر من هي يعني يجي مسؤولية تمقرن الطاس يجي نتقر تمقرن الطاس نسي خوار النخ. أتمنى التوفيق زي الله سبحانه وتعالى، وأتمنى يعني مرة يعني الفعالية تجاندي هندين النخ هذا خش نتفوس نسنت، لأن المجلس هو ربما ما بوذي استطاع هذا يحقق يعني من الزون مار السكينة، ولكن الدعم للجميع الفعاليات المجتمع المدني الاعلام النقد البناء مرحبا به، البيرو النخ اقف يازم في اي وقت بنادم راه غاتشن يعني المقترحات غاتشن حوايج يعني باش شن الافاده شن قيمه اضافه اتناني ممكن يعني وتنسيني نسهاتني شن حاجه مرحبا البيرو يازم يعني في اي وقت. منويا مش دوم النخ يعني تكليف جن مسؤولية تمقرانت السن دولة النخ الموارد هذين هو الموارد يعني تم قرانين، ولكن شنو بمجهود النخ أنا كثير مع النخ غنخر حوايج جن أولويات الأولويات المركز الصحي كان يعني المركب التجاري يعني دين شن حوايج القاعة المغطاة دين شن حوايج يعني أولويات الأولويات دين شن حوايج إن شاء الله خصنا نخدم يعني ذي مستقبل القريب المستقبل يعني البعيد، وان شاء الله انا نريد ثقه الساكنه ان شاء الله.